مرحبا، اسمي يوسف بزي، أنا كاتب وصحافي، بهتم بالثقافة وبهتم بالسياسة، بس شغفي بلعبة كرة القدم ما له حدود. بهيدا البرنامج رح نكون معكم قبل المونديال وكل فترة المونديال، مش لحتى نقدم كرة القدم كرياضة وبس، رح نقدم كرة القدم كعالم أوسع من ذلك بكتير. حنحكي عن كل المباريات، كل يوم بيومه، كل الأحداث داخل الملاعب وخارجها. رح نحاول نحلل، نقدم، نفسر ونتابع كل حدث بحدثه. ما شو كل حدث بحدثه؟